تدخل الحرب السورية عامها العاشر مخلفة مأساة إنسانية مروعة لم تفلح الجهود الدولية حتى الآن في وضع نهاية لها مع تقاسم المصالح وصراع النفوذ الإقليمي. من إدلب شمالا إلى ضواحي درعا الجنوبية يلهب نداء الاستغاثة حناجر السوريين العزل لوقف روح القتال الدائر في بر سوريا والذي يدخل عامه العاشر محملا بتركة ثقيلة من مشاهد الحرب الأهلية الدموية وأهوال النزوح وشظف العيش، يزيد عليها هاجس طارئ يؤرق ملايين النازحين في مخيمات الشمال السوري من تفشي وباء كورونا بين عشرات الآلاف من الأسر المنكوبة. رطوبة الجو والازدحام داخل القيام وانعدام أدوات التعقيم وشح اللوازم الطبية حولت أجواء الترقب إلى حالة من الهلع بالنظر إلى وصول أعداد النازحين داخل سوريا إلى أكثر من 6 ملايين شخص فضلاً عن 5.5 مليون تفرقوا في دول الجوار وبالأخص تركيا ولبنان والأردن. ويضاف الخوف من العدوى على إرث ثقيل من الحرب الطاحنة التي خلفت أكثر من 380,000 قتيل فضلاً عن عشرات الآلاف من المصابين والمعتقلين والمفقودين. ولم ترحم ماكينة القتال التي ضمت 5 جيوش حتى الآن المواطنين العزل ولا حتى أطفالهم، فقد أعلنت منظمة اليونيسف في بيان أن أعداد القتلى في صفوفهم تجاوزت 5,000 ما بين عام 2014 إلى عام 2019. هذا ورصدت المنظمة عمليات تجنيد قسري لنحو 5,000 طفل لا تتجاوز أعمارهم 7 سنوات، فضلاً عن إحصاء 1 مليون طفل نازح ولدوا في مخيمات اللجوء بدول الجوار. الإحصاءات المأساوية ليست إلا غيضاً من فيض، فقد أجبرت ظروف الحرب الدائرة وبحسب بيانات المنظمة مئات العائلات ليس على الدفع بأطفالهم إلى ميادين القتال فحسب، وإنما وضعتهم أمام إشكالية إجبار الفتيات على الزواج المبكر تحت التهديد أو للتخفيف من الأعباء المعيشية في مواجهة شظف العيش. واقع متردي يعكس ما آلت إليه حقوق الإنسان في سوريا بعد عقد على بدء النزاع، واقع لا يستدعي وقف آلة الحرب فحسب، وإنما يتطلب وقفة من جانب المجتمع الدولي للنظر في سبل إصلاح الأحوال المعيشية لجيل نشأ في مخيمات النزوح فلم يعرف سوى قصف المدافع ولم يجد له مرتعا إلا في ساحات القتال. وفي ذكرى الحرب السورية غرد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالقول إن الشعب السوري يستحق حياة خالية من الغارات الجوية والهجمات الكيماوية والبراميل المتفجرة والتعذيب والتهجير والتجويع. إلى هاتاي على الحدود التركية السورية السيد فؤاد السيد عيسى عضو منظمة بنفسج الإنسانية الناشطة في شمال غرب سوريا. فؤاد أهلا بك في الحرة الليلة. الحرب السورية تدخل عامها العاشر والمأساة الإنسانية كبيرة، تفضل.
نعم، يعني مساء الخير لك يا السادة المشاهدين. الحقيقة هذا العام العاشر، والعام العاشر من المآسي التي تكرر على السوريين في يعني أرجاء الشمال السوري المحرر والمحافظات المتعددة التي ذاقت الويلات جراء القصف وتهجير من مناطقها، حتى وصلنا إلى السنة الأخيرة التي حصرت فيها يعني كل المدنيين من المناصرين للمعارضة أو المتواجدين في هذه المناطق ضمن مخيمات أكثر من 2 مليون شخص نزحوا إلى هذه المنطقة خلال الفترات الأخيرة من مناطقهم وتوجهوا إلى هذه المخيمات، وما زالت يعني القوات السورية والروسية تحاول تضييق الحصار على هذه العوائل باتجاه الحدود التركية. نحن نتحدث عن أزمة إنسانية هي الأسوأ منذ 10 سنوات الماضية، وما زالت تزداد يوما بعد يوم، يعني كلما تقدمت هذه القوات وازدادت رقعة القصف والتأجير. أكثر العوائل الآن موجودة يعني ب50% من العوائل موجودة إما في المخيمات أو في منازل غير معدة للسكن أو في مراكز إيواء جماعية، وهذا ما يزيد تفاقم الأزمة. ويعني تعتبر بالنسبة لنا كمنظمات إنسانية السنة العاشرة هي السنة الفارقة التي يمكن أن يعني تفجر الوضع بشكل، ولكن على الجانب الآخر فؤاد، يعني ينظر النظام السوري حتى ولا ينظر، ربما هو يتفاخر بأنه هذه السنة مثلت سنة الانتصار باعتبار أنه لم يتبقى له إلا إدلب. نعم بالفعل، يعني هي تمثل سنة الانتصار على الأهالي وعلى ازدياد الأزمات في هذه المنطقة. ويعني كلما ازدادت الأزمة في هذه المنطقة وازدادت العمليات العسكرية تمثل ازدياد لهذه الأزمة الضخمة التي تمر على هذه المنطقة كل أنواع الكوارث البيئية والطبيعية والمفتعلة جراء الحرب وغيره في هذه المنطقة. الأهالي الآن يعيشون يعني أكبر المآسي، نزوح من بيوتهم، خرجوا منذ عدة سنوات وفي السنة الأخيرة منذ عدة أشهر من بيوتهم باتجاه المجهول، يعني أجواء جوية ماطرة وباردة بشكل شديد، عواصف تقتلع الخيام وأمطار أيضا تغرقها، مساعدات إنسانية متقطعة وخجولة، ويعني يواجهها قرارات دولية صارمة باتجاه منع وصول هذه المساعدات بشكل أو بآخر، وأيضا يعني كوارث طبية الآن يعني في المرحلة الأخيرة، تخوفات من فيروس كورونا ويعني وضع صحي غير لائق للسكن، يزيد عليها بشكل أساسي القصف وعدم وجود أي نقطة آمنة في شمال سوريا ليأوي إليها الأهالي ويعني يعيشون في هذه المنطقة، ولو كانت المنطقة الأخيرة بسلام، ويبدأون بتأسيس حياة جديدة من الصفر بعد أن انتهت فؤاد كل طبعا فيروس كورونا المستجد القاتل هو العنوان الرئيسي المستمر منذ فترة والذي قد يستمر لفترة أخرى. أنتم كمنظمة إنسانية تعملون في شمال غرب سوريا، هل سجلتم أي حالات؟ هل تتوقعون ظهور حالات؟ هل تستعدون لذلك؟ نعم بالفعل، يعني منذ عدة أيام بدأنا في منظمة بنفسج ومنظمات إنسانية عديدة والجهات الطبية هنا في هذه المنطقة بالتخطيط لمواجهة فيروس كورونا القاتل والذي يمكن أن يكون مدمر بشكل كامل ضمن منطقة إدلب والشمال لأسباب عديدة، أهمها يعني التجمع السكاني الضخم وعدم وجود الإمكانيات الطبية. قمنا بتجهيز مجموعة من الفرق للاستجابة والإحالة ومجموعة من مراكز العزل المحتملة في حال ظهور الفيروس. المشكلة الأساسية أنه لن يمكن للمنظمات الطبية ولنا كمنظمات ولكل المجتمع أن يتأكد من وجود الحالات. مع الأسف يمكن أن نقول أننا في هذه المنطقة الوحيدة في العالم لن نتأكد من وجود الحالات إلا بعد موتها والتأكد من أن هذه الحالة قد قتلت بفيروس كورونا القاتل بسبب عدم وجود يعني المواد الأولية للتحليل لهذا الفيروس في هذه المنطقة. تواصلت المنظمات والجهات الإنسانية والطبية مع الأمم المتحدة ومع منظمة الصحة العالمية والدولة التركية لمحاولة إدخال الكتات الخاصة بالتحاليل الطبية لهذا الفيروس، لكن يمكن أن يأخذ هذا الموضوع أسابيع، أيام أو أسابيع على الأقل تتمكن هذه. باختصار شديد، على الجانب الآخر، هل لديكم معلومة أنه سجلت حالات في المناطق التي يسيطر عليها النظام؟ نعم، يعني المعلومات متخبطة ومختلفة في هذه المناطق. هناك خوف شديد من
وجود يعني مئات الحالات التي لم يتم الاعتراف بها في هذه يعني في مناطق النظام. كذلك طبعا سمعنا يعني تسجيل. هل من الوارد ان يخفي نظام الاسد شيئا كهذا؟ يعني بالطبع الان بالبدايه نحن نتحدث ايضا عن منظومه صحيه منهاره في مناطق النظام، لا يمكن ان يعني تكون كافيه لمعالجه هذه الحالات او الكشف عنها، لذا التستر عليها يمكن ان يكون مقدمه جيده بالنسبه له. ايضا كشفت مجموعه من الحالات التي وصلت من سوريا الى دول اخرى تحمل هذا الفيروس، لذا هذا يثير الذعر بالنسبه للمناطق المحرره من امكانيه وصول الفيروس يعني قريبا اليها، والتي لن يتمكن الاطباء من الكشف عنها بشكل مؤكد الى اسابيع او اشهر. فؤاد السيد عيسى، عضو منظمه بنفسجه الانسانيه الناشطه في شمال غرب سوريا، شكرا جزيلا لك. طبعا كنا نتكلم عن دخول الحرب السوريه عامها العاشر. فؤاد، ان شاء الله السنه الجايه نتكلم بعد انتهاء الحرب.